معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، سعادة السيد ميرزا صايغ الرئيس الفخري لرابطة خريجي الجامعة الأردنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، معالي الدكتور خالد طوقان رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأردنية، سعادة العين هيفاء النجار عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعضو مجلس التربية والتعليم، عطوفة الدكتور خليف الطراونة رئيس الجامعة الأردنية، سعادة سفير المملكة الأردنية الهاشمية نايف الزيدان، سعادة السفراء، السيدات والسادة، الحفل الكريم. نرحب بكم الليلة في الحفل الخيري السنوي الأول لإطلاق رابطة خريجي الجامعة الأردنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وهي أول رابطة من نوعها خارج الأردن.